الناس اللي كيتسجلوا في الموقع الخاص بالدعم الاجتماعي، فهناك بعض المشاكل، وخصوصا في الجهة اللي خاصة بالتعويضات العائلية، يعني الناس اللي عندهم الوليدات وكيبغيو يسجلوهم وتيديو معاهم الكود ديال المسار، رغم انه تيكون صحيح ومن وثيقة يعني إدارية، فرغم انك تدخل هذاك الكود فما تيعطيك الكود بانه فيه مشكل. عفوا. فبالنسبه لهذا المشكل هذا، فربما كاين شي مشكل بالنسبه للمواقع، يعني ما بين موقع ديال التربيه الوطنيه، وكذلك موقع ديال السجل الاجتماعي الموحد، وكذلك الموقع الخاص بالدعم ديال الاجتماعي ASD.MA. فهنايا ربما كنتمناو ان تتم المعالجه ديال هذا المشكل هذا في اقرب وقت. وكاينين مشاكل اخرى اللي غادي تبان من بعد، كاين هذا المشكل هذا، وكاين حويجات اخرين بالنسبه للناس اللي كيمشيو يتسجلوا. فحاول الله يجزيكم بخير، ديو الورقات ديالكم كامله معاكم، وخصوصا يعني النساء المطلقات او اللي توفى الزوج ديالهم. ف بين الحويجات اللي خصنا تكون معاكم مصحوبه معاكم، ف الاسم الكامل ديال الزوج ديالكم، والتاريخ الازدياد ديال الزوج، والرقم ديال البطاقة الوطنية، باش يمكن له يعني يدوز هذاك الطلب ديالكم. كنتمنى ان الناس تحاول تجمع الوثائق ديالها باش كامله، وباش تسهل العمليات. وحتى الناس الله يهديكم ديال المصالح الاداريه، ما تبغيوش نبقاو كل خطره نقولوا هذاك، حاولوا توجهوا الناس، لا بالنسبه للناس اللي كيديروا الخدمات راه كيديروا مشاكل، لان بعض الناس، وبعض ما غاديش نجمعوا كل شيء، كاين بعض الناس اللي كي ما تيفسروش الناس، وكيجيو لعندنا ديما كيتشكاو الناس خصها غير تعمر وغير علاش عطيو شي شويه الوقت لهاد الناس، هادو مساكن الناس راه ما بحالهمش. وحتى وعاودوا غادي نوجهوا النداء بالنسبه للشباب، يمشيو مع الوالدين ديالهم اللي مساكن ما كيعرفوش ولا ما تيقراوش ولا ما عرفتش، حاولوا العائلات تعاونوا بيناتكم، فما تمشيوش الناس مساكن ما تيقراوش وتيكون ما فحالهمش، والوالدين ما فحالهمش وما عارفين والو، تيمشيو وكيبقاو غير كيدوروا، ويمشيو ويتعذبوا، يديو وثيقه ويجيبوا وثيقه. فحاولوا تعاونوا مع يعني الاقارب ديالكم. فكنتمنى انني نكون وضحت لكم شويه المشاكل اللي كاينه في هاد الايام هذه، وان شاء الله الاثنين الا كان شي مستجد ان شاء الله كاين، ولا كان شي حل بالنسبه لهذاك الكود ديال المسار غادي نقول لكم ان شاء الله. وتحياتي للفيديو القادم ان شاء الله.